global pest management coalition هي مجموعه دوليه اللي تاسست في, في 2017 المبادره جات من الفيدراليات والجمعيات المهنيه في المجال محاربه الافات في العالم وهاد الشبكه الدوليه كتلعب واحد واحد الدور كبير باش نرفعوا كاملين القيمه ونبينوا الاهميه ديال هذا القطاع وديال شركه مختصين اللي كيحاربوا الافات ولا كيحافظوا على صحه المواطنين والسلامه الصحيه والمواد الغذائيه وحفظ البيئه شرف لايم 3 دي كجمعيه مغربيه في هذا القطاع انا تخرت في هذا هذه الشبكه الدوليه وصراحه تعرفنا عليهم حيت مع منذ 2019 كنديروا عمليات باش نبينوا القيمه والتخصص ديال هذا المجال في المغرب و لا الوقت دو طون كانديروا العمليات و وكان... كنترجموا داكشي اللي كنديروا بالعربيه ولا بالفرنسي كنترجموا حتى بالانكليزي وصل الخبر الكاتبه العامه ديال هذه الشبكه اللي بروبوزات علينا إننا نخرطوا في هذه الشبكه وصراحه شرف لينا باش نستافدوا كاملين بالخبره الاخوان في هذه الشبكه والجمعيات الفيدراليات اللي هما عندهم تقريبا قرن ديال التجربه في هذا المجال أه وفعلا غادي نستافدوا من خبرة ديالهم وغادي نعطيهم ايكالمون الرائي ديال هنا أه كجمعيه مغربيه ومختصه في هذا المجال واللي كتمثل القطاع والتخصص ديال المخرجين ديالها وشرف لنا ان نرفعوا الرايه ديال بلادنا ونبينوا الخبره ديال المغاربه اللي تا هما كيلعبوا واحد الدور في حفاظ البيئه وصحه المواطنين